يعرف الجرجير بالعديد من الأسماء الأخرى، ومنها قرة العين وحرف الماء وغمام وروكا. وهو نبات من الخضروات الورقية الخضراء، ويشتهر بسرعة نموه وأكله في جميع أنحاء العالم. ينتمي الجرجير إلى العائلة القرنبية، والتي تشمل خضروات أخرى مثل القرنبيط والقرنب والفجل. يتميز الجرجير بأوراقه الصغيرة الدائرية، وله طعم حار لاذع. وهو نبات مختلف عن الجرجير، وله قيمة غذائية ودوائية عالية. وفيما يلي نذكر فوائد الجرجير. تعود فوائد الجرجير لاحتواء كوب واحد منه على 34 جرام على 4 سعرات حرارية فقط، و 0.4 جرام من الكربوهيدرات، و 0.2 جرام من الألياف، و 0.8 جرام من البروتينات. ولا يحتوي على الدهون، يحتوي على الاحتياجات اليومية من الفيتامينات والمعادن. 22% من فيتامين A، 24% من فيتامين C، 106% من فيتامين K، 4% من الكالسيوم، 4% من المغنيسيوم. كما يحتوي على كميات صغيرة من فيتامين ه وفيتامينات B1 وB2 وB6 وB9 والمغنيسيوم والبوتاسيوم وغيرها. تتعدد فوائد الجرجير فيما يلي: الوقاية من السرطان. تحتوي النباتات من العائلة القرنبية على مركب الدينوديلوميثان الذي له خصائص وقائية من السرطان، كما تحتوي على مركبات تتحول عند تقطيعها أو مضغها إلى ما يعرف بإيزوتياسيانات، وهي مركبات كيميائية تساعد على الوقاية من سرطان القولون والرئة والبروستاتا والجلد والثدي. حماية الخلايا الطبيعية من الأضرار. تثبيت المواد الكيميائية المسرطنة. تثبيت نمو وانتشار الأورام. تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. تمتلك الخضروات الصليبية خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا والفيروسات، حيث وجد أن مستخلص الجرجير يقلل من الانتفاخ والضرر اللاحق بالأنسجة نتيجة الالتهابات. يحتوي الجرجير على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الآثار الضارة للجذور الحرة التي تسبب الإجهاد التأكسدي، والذي تم ربطه بتطور العديد من الأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان وأمراض القلب. وجد أن الجرجير مقارنة بغيره من الخضروات الصليبية يحتوي على أكثر من 40 نوع من مركبات الفلافونويد وأكبر عدد من الفينولات، وهي مركبة مضادة للأكسدة والأكثر فعالية في إزالة والقضاء على جذور الحرة الضارة. يقلل تناول الخضروات الصليبية من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16%. وقد يساعد الجرجير على تقليل مستويات الكوليسترول، مما يحسن من صحة القلب، حيث وجد أن مستخلصات الجرجير قللت من مستوى الكوليسترول بشكل عام بنسبة 34% والكوليسترول الضار بنسبة 53%. وتعود فوائد الجرجير في تعزيز صحة القلب أيضا. مضادة أكسدة التي تسمى بالكاروتينات مثل البيتا كاروتين والزيانتين واللوتين، والتي يرتبط انخفاضها في الجسم بتطور أمراض القلب وارتفاع الضغط، كما أن زيادة بنسب هذه المركبات في الجسم يقلل أيضا من خطر الإصابة بالسكتات القلبية والجلطات. النترات التي تعزز من صحة الأوعية الدموية من خلال التقليل من الالتهابات والتخفيف من صلابتها وسمكتها. كما وجد أن تناول الأطعمة الغنية بالنترات لها العديد من الفوائد على الأوعية الدموية، مثل تقليل ضغط الدم عن طريق زيادة مستوى أكسيد النيتريك وتثبيط تجميع الصفائح الدموية، مما يقلل من تجلطات الدم وتحسين وظائف الخلايا الباطنية والمحافظة عليها. يرتبط انخفاض مستوى فيتامين ك في الجسم بزيادة خطر الإصابة بكسور العظام. يحتوي الجرجير على نسبة عالية من فيتامين ك الذي يحسن من صحة العظام. يعد مكونا أساسيا لبروتين أوستيوكالسيوم الذي يساهم في تكوين عظام صحة، ويساعد في تنظيم عمليات تكون وارتشاف العظام. يحسن من امتصاص الكالسيوم، وهو عنصر أساسي لصحة العظام، ويقلل من كمية الكالسيوم المطروحة في البول. وتعود فوائد الجرجير في المحافظة على صحة العظام أيضا إلى احتوائه على العديد من المعادن المهمة. فوائد الجرجير في تحسين وظائف جهاز المناعة إلى احتوائه على نسب جيدة فيتامين سي، والذي يعزز جهاز المناعة من خلال زيادة إنتاج كريات الدم البيضاء،
حيث يرتبط انخفاض مستوياته بزيادة الالتهابات. المساعدة على فقدان الوزن، بالرغم من عدم وجود دراسات في هذا المجال، إلا أن الجرجير يعد طعاما غنيا جدا بالعناصر الغذائية، وبنفس الوقت يحتوي على سعرة حرارية ضئيلة، لذلك فقد تظهر فوائد الجرجير لأشخاص الذين يرغبون بخسارة الوزن من خلال الحصول على المغذيات اللازمة دون سعرة حرارية. تعود فوائد الجرجير إلى المحافظة على صحة العيون، إلى احتوائها على اللوتين، وهي مضادة لأكسدة من عائلة الكاروتينات، وهما مركبان أساسيان للحفاظ على صحة العيون، حيث تحمي العيون من الضرر الذي يصيبها من اللون الأزرق، وتقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي.